لمحاربة تلك المشكلة، مشيرا أن القضية لها أكثر من شق خاص بالامتحان وخاص بدور المدرسة وخاص بالمراقبين واستخدام الوسائل التكنولوجية داخل اللجان الامتحانية لمكافحة الغش. وأضاف أن الغش قضية أخلاقية وتربوية في المقام الأول، ولكي نكافح تلك الآفة من المنبع لابد من تغيير نمط الامتحانات ونمط الأسئلة والمناهج وطريقة التدريس وأسلوب المدرسة. وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أكد أن الأسرة والمدرسة ونظام الامتحانات والتقويم ووسائل الإعلام عليها دور كبير في منع الغش وتنظيم العملية التعليمية. وطالب أبو العنين بالأخذ بنظام التقويم المستمر طوال العام الدراسي، وأن يكون تقييم الطالب من خلال مناظرات علمية وعمل أبحاث وامتحانات شفوية وعرض لموضوعات. وأضاف أن التعليم الحديث يقوم على تقييم بنسبة 70% خلال العام الدراسي و30% فقط في امتحان نهائي، وأن للطالب أكثر من فرصة للحصول على درجات أفضل، داعيا إلى أن تقيس أسئلة الامتحانات الحديثة الفهم وليس الحفظ. وطالب بالبعد عن الامتحانات الورقية والاتجاه إلى تطبيق فكرة الامتحانات الإلكترونية على أن يكون امتحان كل طالب مختلف تماما عن امتحان باقي زملائه في اللجنة، يعني لو في 20 طالب في اللجنة يكون معهم 20 امتحان، وإعداد بنك أسئلة لدى وزارة التربية والتعليم به 1000 سؤال، بحيث يدخل الطالب الكود أو كلمة السر الخاصة به ويقوم الكمبيوتر بشكل عشوائي باختيار أسئلة امتحانه، ويكون كل امتحان كل طالب مختلف عن زميله الذي يجلس أمامه أو خلفه أو بجواره، بالتالي تنهار عملية الغش أمام التقنية الحديثة، مؤكدا على أهمية تأهيل المعلم على هذه الأنماط الجديدة للتقييم وتغيير المناهج لتلائم أسلوب التعليم الحديث القائم على محوري استخدام التكنولوجيا وأسلوب التقييم على مدار العام. وأشار أبو العنين إلى أن أزمة الغش في الامتحانات هي في الأساس أزمة أخلاقية وأزمة قيم، ولابد من تغيير ثقافة المجتمع والبدء بالتربية والتأسيس الجيد للطفل منذ الصغر واستعادة الدور التربوي والأخلاقي للمدارس ولوسائل الإعلام في نشر قيمة الصدق والأمانة والاعتماد على النفس. وأكد أبو العنين أن تغيير منظومة التعليم لن يؤدي فقط لحل جذري لمشكلة الغش في الامتحانات، ولكن سيسهم في تخفيف عبء كبير نفسي ومادي هائل يتحمله أبناؤنا وأسرهم. وأشاد أبو العنين بمنظومة التطوير التي يقوم بها وزير التعليم وما ستؤدي إليه من التحول من التعليم القائم على الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على الفهم والابتكار، وهو ما سيؤدي إلى التقدم العلمي المنشود. وعقب رئيس البرلمان دكتور علي عبد العال مشيدا بكلمة أبو العنين، مؤكدا أن الموضوع لا يمكن حله بقانون أو عقوبات سالبة للحرية فقط. تعالوا نتابع مع بعض كلمة النائب محمد أبو العنين في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس. سيد النائب محمد أبو العنين، تفضل سيادة النائب. شكرا سيادة الرئيس. في الواقع قضية الغش في الامتحانات هي قضية أخلاقية بالدرجة الأولى، قضية لابد أن يتكافل فيها المجتمع بأسره لحل هذا الموضوع، لأن القانون لوحده مش هيحلها. القضية باختصار هي لها شق خاص بالامتحان نفسه، ولها شق خاص بالمدرس والمدرسة، والشق الثاني خاص بالمراقب والملاحظ الواقف في الامتحانات. واضح ان منظومة التعليم في مصر كلها، انا شايف ان معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بيكلموا عن عملية تطوير كبيرة، وانا سعيد الحقيقة بهذا التطوير، لانه بدأ ينقل فكر التعليم في مصر من فكر التسميع والحفظ الى فكر الفهم والتعبير. والقصة دي هي الحقيقة اللي بتبدي الامم وبتخلي في تقدم علمي مربوط. انا شايف سيادة الرئيس تجارب الدول بره اللي بيحصل بره ايه؟ ان النهارده
في تقييم اسبوعي على مدار الدراسة كلها لكل طالب موجود بين الاعمال الشفهية وبين التقييم بتاع الاوبن بوك في الامتحانات او بين التقييم حتى في المناقشات او في المعامل او في عمليات المتابعة اللي بتتم من الاستاذ للطلاب. دي عليها لوحدها بس عليها 70% من التقييم السنوي. ده بيخلي الطالب طول السنة قاعد شغال عشان يفهم ويتعلم ويتقيم وعارف ان في ناس بتقيمه وبتتابعه. اما 30% الاخيرة فالحقيقة بدأوا يكلموا عن بنك خاص بالاسئلة. بنك متخصص بيتحط فيه المقرر كله، يتحط 1000 سؤال والالف سؤال اللي بيتحط على طول كل طالب بيخش على التابلت بتاعه او على الكمبيوتر اللي عنده وبيخش برقم كودي يختار مجموعة مش هو عنده 100 سؤال لو الامتحان 100 سؤال و اسئلة عشوائية موجودة بيطلع الامتحان بحيث ان انا وانا قاعد هنا زميلي اللي على يميني واللي على شمالي واللي قدامي واللي ورايا ما عندهم امتحانات مختلفة عني وبالتالي قضية الغش بتنهار ساعتها وكل واحد بيقدر يعتمد على نفسه. انا شايف ان عملية التقنية الحديثة وكشف كل عوامل الغش سواء كانت في الاجهزة السلكية او اللاسلكية او الكمبيوتر او الحاجات اللي هي بتيجي دي ما فيها في اجهزة حديثة النهاردة بتعمل تشويش عليها وده برضو ممكن ان يكون في منظومة. شايف ان المعلم له دور كبير جدا وتأهيل المعلم انه يكون قدر هذه المسؤولية وقدوة طيبة اعتقد هو المسؤول الاول برضو سواء كان في ساعة عملية التدريس او في عملية المراقبة والمتابعة. سيادة الرئيس الموضوع مش هيتحل بالقانون لوحده ولكن المفروض ان المجتمع كله يتكافل فيه مع نظم الحديثة اللي ممكن تنقلنا العصر الحديث في مناهج التعليم وفي شكل الامتحانات.